يوسف كل النجوم الكبار اللي انت اشتغلت معاهم دول؟ الحمد لله بحاول بس. طبعا عايزه اقول للساده المشاهدين انت عملت عوالم خفيه مع النجم طبعا والسوبر ستار النجم العظيم والقدير عادل امام، اشتغلت مع محمد رمضان، واشتغلت في شاومينج مع بيومي وطبعا استاذ بيومي فؤاد طبعا وحاجات كتيره جدا. خليني في الاول بقى بس اعرف منك قبل ما نتكلم عن تفاصيل الاعمال دي، انت ابتديت الفن ازاي؟ ايه بقى الترشيح بتاعك جه ازاي للفن، ولا هو جه معاك صدفه؟ لا هو مش صدفه، هو انا وانا في ثانوي كان والدي سالني انت عايز تعمل ايه في حياتك؟ فانا قلت له انا عايز ابقى ممثل. فقال لي عايز تبقى ممثل؟ قلت له اه. قال لي عادي كده؟ قلت له في المفروض اسحب استماره او حاجه معينه؟ قال لي لا بس في شروط، يعني اهمها القبول مثلا، اهمها الدراسه، يعني بقى مش اي حد عايز يمثل بيروح يمثل. فقلت له ماشي. فاعمل ايه؟ قال لي مبدئيا لازم تدرس فنون مسرحيه. فكان اول خطوه بالنسبه لي او اهم حاجه انا عايز اعملها دلوقتي فنون مسرحيه. بعد ثانويه عامه قدمت فنون مسرحيه في 2015، ما اتقبلتش للاسف. بعدين رحت اداب المنصوره قعدت فيها سنه، ورجعت على فنون مسرحيه بعدها بسنه، قدمت واتقبلت الحمد لله. اصرار بقى، يعني انا هدخل. ودي حاجه يمكن بتميز الفنان اللي بجد، ان هو بيفضل ورا حلمه حتى لو حلمه ده يمكن في الخطوه الاولى ما كانش يعني موفقه بالحظ. انا شايف ان ده بيميز الانسان عامه، اصرار. يعني في اي كارير في الدنيا طول ما انت عندك اصرار ان ربنا هيكرمك وان انت بتجتهد في الموضوع ده هتوصل. طب طيب نتكلم كده على طول على اول تجربك، كانت ايه اول تجربه؟ اول حاجه عملتها يعني بروفيشنال ميديا كان مسرحيه اهلا رمضان مع محمد رمضان. على المسرح كده على طول يا يوسف؟ على طول. ما هو ده اللي بيحدد بقى، ده اللي بيشوفك هتعمل ايه بعد. يعني ده المسرح ده فيه فنانين كبار لحد النهارده، كل لما يطلعوا على خشبه المسرح يبقى قلبهم ده بيدق جدا. هو انا اي حد في الدنيا، عايز اقول لك اي ممثل في الدنيا بيطلع على المسرح قبل ما يخش على الخشبه فهو في الكالوس كده، قبل دخلته القلب بيفضل بوم 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 بوم. طلع على المسرح مواجهه الناس صعبه. طب قول لي التجربه دي اتعلمت منها ايه، والكواليس بقى مع محمد رمضان؟ والله محمد رمضان من احسن الناس اللي انا اشتغلت معاه في الدنيا، نجم وبني ادم محترم وحد يعني بيساعد يعني انا بحب محمد رمضان جدا على المستوى الشخصي والمستوى الفني بصراحه. يعني هو والمسرحيه دي بقى اضافت لك ايه، او وقوفك على خشبه المسرح اضاف لك ايه؟ طبعا اضاف لي كتير جدا. يعني مبدئيا انا واقف على خشبه مسرح مع محمد رمضان ومع روجينا ومع ناس كتير نجوم كبار، فانا بالنسبه لي ده كان حلم وبيتحقق دلوقتي. يعني خدت خطوه اوسع شويه من الخطوات الضيقه. لا وده فتح لي حاجات. يعني انا في مسرحيه اهلا رمضان استاذ محمود حمدان المؤلف شافني، فترشحت في مسلسل عالم خفيه مع استاذ عادل امام. فهي خطوات حاجه. انت محظوظ قوي يا الحمد يوسف لله. ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله. وانت فعلا يعني الحمد لله ان انت في الفرص اللي اخذتها دي اثبتت نفسك، حتى لو كانت الادوار صغيره فانت فعلا اثبتت نفسك، وده خلى ناس ثانيه تختارك في شغل ثاني. الحمد لله. فدي حاجه حلوه. الشغل بقى مع العظيم القدير طبعا الاستاذ عادل امام. استاذ عادل امام كانت جمعتك بيه؟ انا جمعني بيه مشهد واحد. مشهد واحد كان المفروض ان هو المفروض ان هو انا عامل دور فادي ده انتيم زيزو اللي هو حفيد الاستاذ عادل امام، اللي هو كان عامل الدور خالد انا. فالمفروض المشهد ان احنا في المستشفى وخالد تعبان، زيزو تعبان نايم على السرير، وانا واقف هنا والاستاذ عادل امام واقف هنا. فانا اول مره اشوف استاذ عادل امام لايف في الحياه، يعني بالنسبه لي حلم استاذ عادل امام ده من زمان. فانا شايفه انا غصب عني واقف باصص له كده متنح. سبت الدور بقى، انا مش انا شايف الاستاذ قدامي. فهو ابتدى ياخد باله وهو واحنا بنصور كده. ف الواد ده عبيط جدا يا جماعه، انت عبيط يا. كان اول مره في حياتي حد بيهزر معايا كده وانا متقبل. انا الاستاذ بيهزر معايا يعني كنت مبسوط قوي. لا بالحركه دي انت ممثل.
ربنا، هي الحركه دي هي اللي بتثبت. اه طبعا. اللي راح اللي يعرف يعملها ويضحك تبقى يعني بجد شاطر. فطبعا حاجه جميله ان انت تبقى لسه في اول خطوات حياتك وتبقى واقف قدام نجم كبير وعظيم زي الفنان عادل امام طبعا، وحافظ الالقاب طبعا. كمان بعدها على طول رحت لخطوه تانية، وكانت بعدها ايه؟ شاومينج بقى على طول ولا جه بعدها ايه؟ بعد عوالم خفيه كان في مسلسل قيد عائلي مع استاذ تامر حمزه، بعدها كان شاومينج الاول، بعدين بيت القبايل. بيت القبايل، بيت القبايل بقى اللهجه بقى والصعيدي. عايز اعرف اللهجه بقى عملت فيها ايه؟ اللهجه قعدت مع استاذ شاذلي فرح المؤلف وقعد يدربني بقى، يعني هو مبدئيا قلت له، قال لي اتكلم صعيدي كده، فانا اول حاجه جت في دماغي دلوقتي يا ابوي والحاجات اللي، قال لي لا 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 انسى بقى الكلام بتاع التلفزيون. اوعى تتكلم صعيدي تاني. اه بالظبط، الموضوع اسهل من كده. قعد يفهمني بقى ويشرح لي، فهو اللي كان تك معايا الكلام بصراحه.